مرحبا. كلنا تقريبا نعرف أن الحكومة هذه أو الحكومة القادمة مقدمة على إجراءات ما يقال أنها تسمى بإجراءات اقتصادية واجتماعية مؤلمة لأنه فيها أساسا تخفيض كتلة الأجور، والله أعلم كيفاش باش يعملوا تخفيض كتلة الأجور، وأيضا سيكون هناك رفع أو ترشيد للدعم بما يعني أيضا ارتفاع الأسعار، وبالضرورة سيكون هناك تضخم، وهذا طبعا باش يكون عنده انعكاسات سلبية كبيرة على الوضع الاجتماعي بعد عام وعام ونص من أزمة خانقة متاع الكورونا اللي أدت اللي تعرفوا عليه من كوارث اقتصادية بخلاف الناس اللي توفوا الله يرحمه الكل. هذا علاش؟ لأنه الحكومات الكل من 2012-2011 إلى اليوم رفضوا أنهم يتحملوا مسؤولياتهم، يأخذوا مجموعة من الإجراءات اللي هي بسيطة، اللي هي ماهيش مكلفة، اللي هي ممكن تدخل فلوس للبلاد، ممكن طبعا ماهيش مثالية 100% على كل المستويات، ولكن كانت بإمكانها أنها تمنعنا شوية أو تنقص علينا شوية الكلفة متاع التدين ومتاع الإجراءات الاجتماعية هذه. وعلى كل حال الآن مازال الوقت باش ناخذوا هذه الإجراءات، لأنها بإمكانها هنا تخفلنا من التدين الخارجي وتخلي الوضع الاقتصادي أفضل. هنا عندنا مثلا مجلة الصرف اللي هي مجلة متخلفة، واللي هي تنجم إذا كان عملنا مجلة جديدة متاع صرف مع فصل ظريف فيه شوية عفو على بعض الناس اللي هما عندهم دوفيز مخبينهم تحت المخدة ومخبينهم معناها في القجورات، ممكن يخرجوهم يخلصوا عليهم يعني بيناليتي خطية من 3-4-5 حتى 10% وممكن يستعملها. هذوما تخلينا ممكن يكون عندنا كمية كبيرة يقولوا الخبراء انها تجن توصل من 2-3 مليار دولار، ممكن حتى توصل حتى 5 اذا كانت تتواصل على 2 أو 3. ايضا هناك اللي قال عليه مدير مركز البنك او مدير البنك الدولي في تونس، اللي قال عنا ما بين 3-5 مليار دولار قروض ومساعدات وهبات وافقت عليها الدوله التونسيه، صحت عليهم، متعطلين، يا اما متعطلين في مجلس النواب، يا اما متعطلين على مستوى الحكومه، ويا اما متعطلين على مستوى التنفيذ نتيجه تعقيدات اداريه بسيطه بالامكان حلها اذا كانت توفر الاراده السياسيه، وخاصه اذا توفر المعرفه والعلم باليات صرف هذه القروض اللي هي مشاريع تنموية كبيرة ياسر، ممكن تغير وجه قطاعات كاملة، ممكن تغير وجه مناطق كاملة. أيضا المخزون العقاري متاع البلاد التونسية اللي هو مخزون كبير ياسر، مخزون بإمكانه يدخل برشا فلوس، الدولة عندها ألاف بالعشرات الألاف من العقارات، البورتمانات، الديار، المخازن، الإدارات اللي هما تصرف عليهم، بإمكانها أنها تحضرهم فوت فيهم للناس اللي هما ساكنين فيهم، أو أنها تحطهم على مستوى السوق العقارية، وهذه ممكن دخلها آلاف مليارات في فترة قصيرة، وتملك الناس البورتمانات اللي هما كارينهم من 20-30-40-50 سنة، والدولة قاعدة تصرف على الانتروتيان بتاعهم. طبعا هنا فما أيضا إجراء آخر ممكن تاخذه الدولة والرولانس للسكتور دو لابيتا، اللي هي رخصة الوالي، اللي هي رخصة معناها إجراء إداري معناه متخلف، يخلي إنه الناس الأجانب اللي ممكن يجوا بمئات الآلاف وبعشرات الآلاف ويتملكوا في تونس هم الآن غير قادرين أو إنهم يتعطلوا بفضل هذه نتيجة رخصة الوالي هذه، اللي هي ممكن أيضا لو نحيوها أرولانس للسكتور دو لابيتا. هذه هي بعض الإجراءات اللي نقترحوها على الحكومة هذه والحكومة القادمة، وبإمكانها أن تدخل برشا فلوس وتنقص من وطأة الأزمة الاقتصادية المجتمعية.